السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. الف مرحبا بكم في قناتكم الطبخ سهل مع اسماء. اليوم وصفه بحال اللي كتشوفوا وصفه باينه غادي تكون مغربيه تقليديه بحال اللي كتشوفوا الفواكه الجافه، كتشوفوا الورقه البسطيله، يعني هذه وصفه 100% مغربيه وهي بطبيعه الحال البسطيله بالدجاج. غادي نديروها بشكل فردي شويه مختلفه على البسطيله العاديه، غادي نخليكم تكتشفوا التفاصيل دابا مع هذه الوصفه هذه ان شاء الله. بالنسبه للمقادير اللي غادي نحتاجو، غادي نحتاج تقريبا بما ان غنديرهم صغار غنحتاج واحد الكيلو تقريبا ديال القطع ديال الدجاج، واحد خمسة ديال البصلات متوسطات الحجم، عندي شويه ديال الزعفران شعره، شويه ديال الملحه، شويه ديال البصل الابيض او الفلفل الابيض، شويه ديال الخرقوم او الكركم، شويه ديال سكنجبير او لا زنجبيل، شويه ديال القزبر معدنوس مفرومين او لا غير المعدنوس بوحدو مفروم، عندي شويه ديال القرفة عواد، شويه ديال السمن، كذلك العسل الافضل تكون العسل يعني الحره، شويه ديال الزيت. غادي نحتاج بها كذلك بالنسبه للفواكه الجافه، عندي اللوز، عندي الكركاع، وكذلك شويه ديال المشماش والمزهر وشويه ديال القرفه مطحونه. هادو هما المقادير بحال اللي شفتو، وندوزو دابا على بركه الله لطريقه التحضير. اول حاجه غادي نبداو بها هي اننا غادي نطيبو الدجاج بحال اللي شفتو في شي طنجره. غادي ندير القطع ديال الدجاج على هذا الشكل. هذا هنا غادي نزيدو على داك الدجاج البصله اللي قطعتها بحال هكا شرائح، ماشي ضروري نقطعوها مربعات صغيره، بغينا حنايا نربحو الوقت نديروها غير شرائح بحال هكا طويله صافي. غادي نضيفو هنايا التوابل، غادي ندير الملحه، البزار الابيض، انا كنفضل في البسطيله ندير البزار الابيض، ما عندكمش ديروا البزار العادي ماشي مشكل، الخرقوم و سكنجبير. سكنجبير يعني كثروا منه شويه كيجي مزيان، كيتواتى مزيان مع المذاق ديال الدجاج. غادي نضيف القرفه عواد على هذا الشكل. هذا غنضيف شويه ديال السمن، انا ما متوفرش عندي السمن يعني الحر، عندي غير هاد المكعبات هادو غير باش يعطي شويه نسمه وصافي. غادي نضيف شويه ديال الزعفران شعره على هذا الشكل. هذا وغادي نضيف الزيت، كنظن غنضيف شويه نزيد شويه الزيت على هذا المقدار هذا اللي درت. هنا غادي نضيف القزبر ومعدنوس مفرومين، يعني كنضيف بحال اللي شفتو العناصر كامله تبقى وحده، نخلط العناصر كلها مزيان باش كينسجموا، كنخليهم كيتقلاو واحد شويه. من بعد ما خلينا العناصر تقلاو مزيان مع بعضياتهم باش كيدخلوا دوك التوابل مزيان في الدجاج بحال اللي شفتو، بما ان الكميه ديال سميتو ديال البصله مهمه فما غاديش نضيفو، ما غاديش نمرقو بزاف بالماء، واحد نص كاس بحال هكا تقريبا اولا كاس لارد ديال الزيت، كاس لارد ديال الماء عفوا. بعد ما طفنا ديك الكميه ديال الماء غادي نغطيو على الطنجره ديالنا وغادي نخليوها كطيب على نار هادئه، ومره مره ندوزو نحركو ونشوفو واش الامور كلها هي هذيك. المهم ان النار تكون هادئه، لان بحال اللي شفتو ما كثرناش الكميه ديال الماء، لان نظرا لوجود واحد الكميه مهمه ديال البصله فهي اصلا غادي تطلق الماء، فلا داعي اننا نزيدو نكثروا الماء، ممكن كاع ديروها بلا ماء، هذه فكره اخرى، ديروا ما طيبوا الدجاج بلا ماء، غير هو النار تكون جد هادئه، نخليوه يطيب ونعاودو نطلقوا ان شاء الله. في هذه الاثناء هذه غادي ندوز للتحضير ديال الفواكه الجافه. دوز بحال اللي شفتو عندي مقشر، فدرت واحد الكاسرونه فيها الماء خليته حتى بدا كيغلي مزيان، درت فيه اللوز خليته غير واحد دقيقه ولا جوج، كنحيدو كنصفيه، كنحيد من القشره بطبيعه الحال وكننشفو مزيان، وكنقليه في الزيت. الزيت بحال الا شفتو ماشي سخونه، الزيت يعني دافيه كنديروها، لان الا درنا الزيت سخونه بزاف فاللوز دغيا غادي يتحمر، يعني بحال غيتحرق من برا وغادي يبقى من الداخل ما كيكونش يعني مقرمش مزيان. اللوز ديالنا من بعد ما قليناه وتحمرنا ولا خدا لنا واحد اللون محمر بحال هكا، كنكون انا موجده هنايا واحد الطبق فوق منه الورق النشاف، وغادي ندير هاد اللوز هنايا ونخليه كينشف، وكذلك يعني كي ينشف من داك الزيت اللي هي زايده، ونخليه كيبرد قبل ما ندوز نطحنو. برد من بعد ما برد عندي اللوز درتو هنايا، غادي نطحنو في الطاحونه الكهربائيه. اللوز ديالنا كيولي بحال هكا، يعني ما هو ماشي مطحون كاع، ما هو يعني قطع بحال هكا. غادي نزيد عليه سكر سنيده تقريبا واحد جوج معالق كبار ديال السكر سنيده، شويه ديال القرفه مطحونه على حساب الذوق، وكذلك واحد المعلقه كبيره ديال المزهر. مع دوك العناصر كاملين اللي درنا غادي نزيدو الكركاع. الكركاع غير مسحناه مزيان بحال هكا باش يتحيد منه ديك الغبره، وقطعناه غير بالموس، يعني كيبقى لنا كنحسو بقطع يعني متوسطات الحجم،
غادي نضيفوه على هذا الخليط هذا وغادي نخلطو كلشي. دونك الخليط ديال الفواكه الجافه الاولى ديال اللوز والكركاع هو خلينا هنايا. بالنسبه للمشماش فغادي نشد الماء سخنته مزيان وغادي نكبو فوق هذا المشماش هذا ونخليه واحد المده حتى نحس بهذاك المشماش تنفخ. من بعد نصفيه من هذاك الماء نخليه كيقطر مزيان من هذاك الماء. ها هو من بعد المرور تقريبا ديال واحد 40 حتى 45 دقيقه فهاد الشاش كندخلو فيه شي موس باش نشوفو واش يعني طاب اولا مازال. هنا عندي الدجاج طاب غادي نحيدو من هاد المرقه ومن هاد الصلصه هادي غنحتفظ به ونعاودو نشوفو شنو غادي نديرو لهاد الصلصه هادي اللي بقات لنا. الدجاج ديالنا طاب الحال حيدناه كنخليو هذاك المرق ديال الدجاج كنخليوه على نار متوسطه حتى كيتبخر لي واحد الكميه مهمه ديال الماء. دابا غادي نضيف عليه هذيك العسل اللي كنا قلنا العسل من الافضل تكون حره. ضفت العسل ودابا غادي نضيف شويه ديال القرفه مطحونه وغادي نخلي هاد العناصر هكا كينسجموا مع بعضياتهم حتى ديك البصله صافي كتنشف من هذاك الماء وكتولي بحال كراميليزي. الدجاج ديالنا بطبيعه الحال من بعد ما برد لنا شي شويه غادي نبداو دابا كنفرتو فيه بيدينا. طبيعه الحال كنحيدو العظام اي جلده كانت عندنا اولا شي عريقات ولا المهم اي حاجه كنخليو غير الدجاج فقط يعني اللحم فقط بلا حتى شي حاجه اخرى. نفرتو بيدينا على هذا الشكل هذا بحال اللي كتشوفوا. انتما خليت ديك البصله مزيان مع داك العسل والقرفه حتى كتوقف مزيان كتولي عندنا ما يعرف بالتغميره يعني كتكون تبقى واقفه لنا غير في ديك الزويته ديالها كتبقى تبان صافي يعني الماء ما كيبقاش. داك الدجاج من بعد ما فرستناه كامل الكميه كامله كنزيدوه مع هاد البصله هادي اللي هي معسله. فهاد الطريقه هادي كتجعل ان الدجاج ما يكونش ناشف من ديروه في البسطيله. كنحرك هاد العناصر هادو مزيان هانتوما شوفوا ديك البصله مع الدجاج بحال شفتوا هاد الوصفه هادي ما فيهاش البيض. غادي نشدوهم دابا هاد الخليط هذا شنو غنديروا له؟ غنشدوه غنديروه فشي صفايه نخليوه كيقطر مثلا الا بقى شويه ديال الزيت اولا هادي كتقطر لنا مزيان باش ما كتفسقناش من بعد هذيك الورقه ديال البسطيله. وهو كيقطر بطبيعه الحال الحشوه هادي كتبرد لان خاصها تكون بارده تماما قبل ما نبداو نعمروا الورقه ديال البسطيله. دابا العناصر ديالنا كاملين هما واجدين. داك الدجاج مع البصله من بعد ما كيبردوا ها هما اللوز والكركاع ها هما هنايا. داك المشماش اللي كنا رقدناه في الماء سخون كنصفيوه من هذاك الماء كنقطعوه القطع بحال هكا متوسطه وغادي نضيفوه مع اللوز وغادي نخلط كلشي. فدابا غادي ندوزو لعمليه المونتاج. بما ان كنا غادي نديرو بسيطلات صغيورين فكنشدو اي اناء اولا زلافه اولا كيف ما يعني كيف ما بغينا كنشدو الورقه الاولى ديال البسطيله كيكون عندنا عندي هنايا الزبده ذايبه غادي ندهنها واحد شويه ماشي بزاف بحال اللي شفتو. انا كنعطيكم هنايا جميع المراحل يعني حتى اللي معمرها ما عمرها يعني ما دارت البسطيله اولا ما كتعرفش كاع في الكوزينه راه غتعرف ان شاء الله تصاوب هاد البسطيله لان درت لكم جميع التفاصيل وجميع الخطوات. بحال اللي شفتو درت الورقه الاولى دهنتها بشويه الزبده درت الورقه الثانيه كندهنها حتى هي كذلك غير شويه ماشي ما كنكثرش بزاف. ودابا غادي ندوز للحشوات. غادي نبدا اول حاجه غادي نبدا بهاد الحشوه ديال الفواكه الجافه اللي هي الطبقه التحتانيه. كندخل الورقه بحال هكا وكنبرك هكا بظهر المعلقه على هاد الطبقه الاولى ديال اللوز. فوق منها غادي ندوز ندير ديك الطبقه ديال الدجاج مع البصله. بعد ما درنا ديك الطبقه ديال الدجاج غادي نحاول دابا نسد على هاد نسد الجوانب ديال هاد البسطيله. اذا كانت عندكم كبيره بزاف ممكن انكم تقطعوا يعني الحاجه اللي زايده. وباش غادي نثبتوا هاد البسطيله هادي اولا غادي نسدوها عندي هنا واحد الخليط ديال الطحين والماء كيعطينا واحد الخليط يعني ما هو سائل بزاف ما هو ثقيل بزاف اللي غادي نحاول انني نسد به. ما غاديش تحسوا به نهائيا في يعني المذاق ديالو ما تحسوش به غير غنديروه بحال الكولا بحال الساق باش غادي نلصق به هاد البسطيله وما تبقاش تحلي. من بعد ما سديت البسطيله ديالي كنقلبها على هاد الشكل هذا كتولي عندي بحال هكا. غادي نديرها فوق واحد الصفيحه ديال الفرن اللي هي مغطيه بورق سلفوريزي وغادي ندهنها بشويه ديال الزبده ذايبه وكذلك بواحد الصفر ديال البيضه باش يعطيني اللون الذهب. وغادي نكمل باقي الكميه ديالي بنفس الطريقه حتى نكمل كاع حتى نستنفد الكميه كامله اللي باقيه عندي.
درنا البسطيله ديالنا بحال قلنا في الصفيحه ديال الفرن مغطيه بورق السيو الفريزي، وبحال اللي ذكرنا غادي ندهنوها مزيان بالزبده ذايبه اولا بالزيت، كاين اللي كيفضل الزيت فممكن يدير الزيت. واحد الملاحظه بالنسبه لذاك المشماش اللي درناه، كاين اللي كيبغي قبل ما يديرو يعسلو، اللي بغى يعسلو يعسلو، عندكم الاختيار. بعد ما كندهنو بالزبده كندهنو بالصفار ديال البيض اللي طربته مع واحد شويه ديال واحد القطره ديال الخل غير باش يحيد لي داك الريحه ديال البيض. صافي، ودابا غادي ندخلو من الفران يكون مسخن على درجه حراره متوسطه يعني واحد 170 درجه، وغادي نخليوهم حتى كيطيبوا مزيان وكيتحمروا كياخذوا لنا واحد اللون احمر سواء من التحت اولا من الفوق، وصافي كنخرجوهم وكنقدموهم ان شاء الله بالصحه والراحه. من بعد ما طابوا لنا البسطيلات ديالنا وتحمروا من الفوق، كنتاكدوا انهم من التحت كذلك تحمروا مزيان وطابوا، كنخرجوهم. بالنسبه للطريقه ديال التزيين، فدائما الحاجه التقليديه اللي هي السكر كلاسي والقرفه، غير هي كنستعملوا كنقدروا نستعملوا مثلا هاد الستانسيلز هادو كباش كنعطيو واحد المنظر مغاير، يعني اختيار اللي بغى يديروا كيجي المنظر ديالو مزوين بحال اللي شفتوا. نتمنى ان هاد الوصفه تكون نالت اعجابكم وانكم تجربوها. اي تساؤل او اقتراح خليوه لتحت في التعليقات ديالكم، ما تنساوش ديروا جيم الفيديو وبارطاجيوه، وكذلك تشتركوا في القناه بالضغط على الزر الاحمر اشتراك او صابوني. شكرا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.